السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة مهمة جدا جدا. عندنا أربع محاور أساسية. المحور الأول هو أخبار خفيفة، وهي ليست أخبار خفيفة بقدر كافي، ولكن فيها أخبار مهمة جدا جدا. الحديث عن أحد الأسماء المطروحة كبديل للكابتن فجر إبراهيم لتدريب المنتخب السوري، والحديث عن عمر السومة وعن عمر خريبين، والحديث عن موقف الكابتن فجر إبراهيم الأخير من تدريب المنتخب السوري، والفقرة الثانية بإذن الله وهي بمثابة الوجبة الأساسية معنا النهاردة، والحديث عن مكاسب المنتخب السوري في بطولة غرب آسيا. انتهت بطولة غرب آسيا، خلاص النهائي بكرة ما بين منتخب العراق ومنتخب البحرين، ولكن للأسف خرج المنتخب السوري بنقطتين في المركز الأخير للأسف، ولكن ما زال هناك مكاسب للمنتخب السوري سنتحدث عنها بإذن الله. وفي الآخر وكما عودناكم لدينا فقرة الميركاتو السوري والحديث عن بعض الانتقالات للاعبين السوريين وعلى رأسهم اللاعب عبدالله الشامي. وفي الفقرة الأخيرة وكما عودناكم سنرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة. ونذهب فورا للفقرة الأولى، أخبار خفيفة. حسب وسائل إعلامية عراقية، باسم قاسم المدرب العراقي تفاوض مع الاتحاد السوري لتدريب منتخب سوريا، وأكثر من مدرب ضمن دائرة المفاوضات مع الاتحاد السوري، لكن يوجد تقدم من العراقي باسم قاسم وفجر إبراهيم مقال، والاجتماع مع الاتحاد السوري للإعلان عن الإقالة. ولمن لا يعرف منكم، الكابتن باسم قاسم فهو باسم قاسم السامرائي، لاعب عراقي سابق بكرة القدم، لقبه هو الجنرال بين جماهير الرياضة والصحفيين في العراق. لعب للمنتخب العراقي في ثمانينيات القرن الماضي، ولعب مباراة واحدة في بطولة كأس العالم في المكسيك عام 86، ولعب في صفوف نادي الشرطة العراقي، وكان يلعب في مركز الدفاع. وقبل قليل نشرت بعض الصحف على وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن الإعلامي نزار المقداد، الاجتماع مع الكابتن فجر إبراهيم انتهى منذ دقائق، والإعلان عن المستردات حصرا عبر القنوات الرسمية للاتحاد السوري لكرة القدم، أي الصفحة الرسمية للاتحاد السوري لكرة القدم على الفيسبوك. وإن شاء الله بإذن الله فور الإعلان عن موقف الكابتن فجر إبراهيم النهائي مع المنتخب السوري سنعلنه لكم بإذن الله على قناتكم بحبك يا بلادي. وهناك أيضا أنباء كثيرة عن أن عمر السومة وعمر خريبين لا يريدون أن يبقى الكابتن فجر إبراهيم كمدرب للمنتخب السوري، ولكن للأمانة ليس هناك رأي رسمي إلى الآن بخصوص عمر السومة وبخصوص عمر خريبين. ونذهب فورا للفقرة الثانية والحديث عن مكاسب بطولة غرب آسيا أو مكاسب المنتخب السوري ببطولة غرب آسيا. من وجهة نظري هناك ثلاث مكاسب أساسية. أولا، غادر الاتحاد السوري لكرة القدم، هذا مكسب كبير جدا جدا. أي نعم تأخر كثيرا، وكنا نتمنى أن الأمر ده يتم بعد بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات، ولكن قدر الله وما شاء فعل غادر الاتحاد السوري تحديدا بعد مباراة لبنان. المكسب الثاني ان احنا عرفنا مستوانا كمنتخب سوري، علمنا ما هو مستوى المنتخب السوري بدون اللاعبين المحترفين، بدون الكبار، بدون عمر السومة، يوسف قلفة، محمود المواس، عمر خريبين، محمد عثمان وبعض المحترفين الاخرين. عرفنا ان المنتخب السوري فيه بعض من اللاعبين جيدين وفيه بعض من اللاعبين اخرين لا ينبغي ان يستمروا مع المنتخب السوري، وده هيوصلنا للنقطة رقم 3. اكتشفنا لاعبين جدد وعلى رأسهم طبعا ورد السلام، واللي قدم أداء رائع في كل المباريات ببطولة غرب آسيا. أيضا عبدالله الشامي قدم أداء طيب جدا جدا، وحتى إن هو انتقل لنادي الفحيحين، وإن شاء الله هنيجي للخبر في الميركاتو. وأيضا محمد المرمور قدم أداء ثابت، وبالمناسبة محمد المرمور لعب كل المباريات ببطولة غرب آسيا بمستوى ثابت وبأداء طيب في المتاح. وأيضا شادي الحموي في بطولة نهرو بالهند قدم أداء طيبا، وكان المفروض يشارك في بطولة غرب آسيا لولا الإصابة اللي منعته. وأيضا اكتشفنا أحمد الدوني، وأنا من وجهة نظري أحمد الدوني من ضمن الأوراق الرابحة، ولكن للأسف هو سنه تقدم، هو عنده حوالي 30 سنة أو 31 سنة، لذلك قد يستمر مع المنتخب السوري في الدورة المقبلة، ولكن بعد كده الأمر هيكون صعب. وايضا هناك بعض اللاعبين خلاص انا من وجهه نظري المفروض ما يكملوش مع المنتخب السوري، وده من وجهه نظري فقط، ومنهم تامر الحاج محمد قدم اداء الى حد ما غير جيد في كل المباريات السابقه ببطوله غرب اسيا. ونذهب للفقره القبل الاخيره والحديث عن الميركاتو السوري. المدافع الدولي عبد الله الشامي يوقع لنادي فحيحين الكويتي قادما من فريق الطليعه تحديدا بعدما قدم اداء طيبا في بطوله غرب اسيا. نادي التضامن يعلن رسميا تعاقده مع المدافع سامر نحلوس
قادما من فريق الساحل، وذلك لتمثيل الأخضر في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل. وأخيرا مدرب التعاون السعودي باولو سيرجيو يفكر جديا وبشكل مفاجئ في الاستغناء عن خدمات السوري جهاد الحسين، حيث أنه لم يعتمد كثيرا على اللاعب في معسكر الفريق. ووصلنا للفقرة الأخيرة والمحببة إلى قلبي، والرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة. فورا التعليق الأول من حساب يحمل اسم أبو هزاع: أخي إمتى مباراتنا أمام الفلبين؟ رد علي في المقطع القادم. المباراة إن شاء الله يوم 5/9 الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت دمشق. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم عبيدة سلمان: الله يعطيك العافية أخي الغالي، الوسطات هي سبب دمار الكرة السورية، وشكرا لك على أخبار الطيبة يا طيب. أشكرك أخي الغالي الطيب عبيدة سلمان، أتفق معاك، الواسطة ليس فقط في المنتخب السوري ولكن في كل المنتخبات العربية للأسف نعاني من هذا الأمر. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم الشبح واحد: أخي الكريم، فجر طار إن شاء الله، أقاله بكرة رح ينجلع يوم الثلاث، رح يطلع الخبر رسميا إن شاء الله باللي بتردلنا الروح وننسى شوي إذا انقلع. أتفق معاك إن شاء الله، في الساعات القادمة سيصلنا خبر هل سيستمر فجر إبراهيم مع المنتخب السوري أم سوف يترك المنتخب السوري. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم ماجد خير: أخي الكريم، أرسلت لك وعم ترد على تعليقاتي، أرجو إجابة منك أن تشكل الأسماء المناسبة للمنتخب من وجهة نظرك مع الأسماء البدلاء والاحتياط. ما رأيك بفجر إبراهيم؟ من هو أحسن لاعب سوري بغرب آسيا؟ من هو أسوأ لاعب سوري بغرب آسيا؟ من وجهة نظري أسوأ لاعب سوري بغرب آسيا هو تامر الحاج محمد من وجهة نظري الشخصية. ومن هو أحسن لاعب سوري بغرب آسيا؟ بكل تأكيد الكابتن فراس الخطيب. ما رأيك بفجر إبراهيم؟ لا تعليق. طبعا رأيي بالكابتن فجر إبراهيم أنه عليه أن يترك المنتخب السوري، لأن بناء على الأحصائيات تعادلين مع اليمن ومع العراق وخسارتين من لبنان ومن المنتخب الفلسطيني بنتيجة 4-3. من الأسماء البدلاء الاحتياط وتشكيلة الأسماء المناسبة للمنتخب السوري؟ أخي الغالي الأمر صعب جدا جدا، ولكن هدي لك أسماء أنا شايف أن لا يمكن الاستغناء عنها. من وجهة نظري ورد السلامة، محمد المرمور، عبد الله الشامي لا يمكن الاستغناء عنهم. طبعا بالإضافة للمحترفين عمر السومة، عمر خريبين، محمد عثمان. هي دي الأسماء اللي من وجهة نظري رمانة الميزان لا يمكن الاستغناء عنها أبدا. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم أحمد كايد: أخي ملينا من الكلام، وبعدين دير بالك من الأستاذ فاجر لأنه نقد صاحب قناة دراما سبورت، والدور جايك، كرهت المنتخب والرياضة من وراء المخضرم فاجر. والله يا أخي الغالي كله بفضل الله وكله بأمر الله، وإحنا عندنا مثل بيقولوه في مصر وأعتقد أن عندكم برضو مثل زيه: ما بياخد الروح إلا اللي خالجها. أنا مستمر في تدعيم للمنتخب السوري، وبالمناسبة كل التقدير والاحترام للكابتن فاجر إبراهيم ولأي شخص يعمل بالكرة السورية، نحن ننتقد أداؤهم داخل الملعب. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم حاتم الناصر: أخي الكريم، عمر خريبين ليش ما يلعب مع الهلال بشكل أساسي؟ أرجو الرد. من وجهة نظري هناك بدائل كثيرة اشتراها نادي الهلال السعودي بدلا من عمر خريبين، وهم وجهة نظرهم ان هم أولى من الكابتن عمر خريبين. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم لماذا واي: أخي الغالي، سؤال خارج صلب الموضوع، من أفضل لاعب في التاريخ من وجهة نظرك، ومن هو النادي الذي تشجعه في أوروبا؟ من وجهة نظري في 2 لاعبين هم أفضل 2 يعني جاءوا في عالم كرة القدم، أولا مارادونا وثانيا بيلي لاعب البرازيل. أما من هو النادي الذي أشجعه؟ أنا أشجع نادي ريال مدريد تقريبا من أول ما بدأت أوعى على حاجة اسمها كرة قدم. وتعليق آخر من حساب يحمل اسم عبدو: أخي الكريم ليش ما عم تعرض تعليقي؟ أديني عرضته أخي الغالي. هل سيولد عمر السومة وعمر خريبين في تصفيات كأس العالم؟ ممكن تعرض تعليقي، وشكرا لك وعلى احترامك. أشكرك أخي الغالي عبدو. إن شاء الله عمر السومة وعمر خريبين سيشاركوا بإذن الله مع المنتخب السوري في التصفيات المقبلة بإذن الله. وتعليق أخير من حساب يحمل اسم أسطورة حلب: شكرا لك أخي على اهتمامك بالكرة السورية. سؤال: تغير المدرب بهالوقت بيفيد المنتخب ولا بيضره برأيك؟ وياريت يظهر تعليقي، شكرا لشخصك الكريم. أشكرك أخي الغالي أسطورة حلب. وأنا من وجهة نظري فكرة الاستمرار على الخطأ بحجة إن إحنا ما عندناش وقت هذا أمر سيء. أنا شايف إن الكابتن فجر إبراهيم خلاص كده خلص كل الحيل بتاعته، ما عندهوش شيء تاني يقدر يقدمه للمنتخب السوري، وبالتالي أنا شايف إن الوقت الآن هو الوقت المناسب لإقالة فجر إبراهيم تحديدا، وإني وفق الأداء الحالي ووفق اللاعبين الموجودين حاليا والإعداد البدني ليهم أعتقد إن تجاوز تصفيات كأس العالم وكأس آسيا المشتركة أمر صعب جدا جدا في وجود الكابتن فجر إبراهيم. شكرا لكم على حسن المتابعة، ولا تنسوا اليوم متابعة مباراة
النادي الاهلي السعودي بقياده عمر السومه مع نادي الهلال السعودي في اياب دوري ابطال اسيا. المباراه ان شاء الله باذن الله هتكون الساعه 8:30 مساء بتوقيت دمشق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.